لكم، شخباركم؟ نتوما لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناه ملوكه تيفي شانيل. اليوم غادي نصاوب حلواتي الريشبون، طلبوها لي ولادي، وانا نقول غادي نشاركها معكم. كما شفتوا هنا عندي واحد القبيصه ديال الملحه، هنا قشور حامضه، غادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال الزيت. المهم انا غادي نصاوب ونعطيكم نفس الوقت المقادير، كاس ديال الزيت ونفس الكاس ديال السكر، يعني عبارة نفس الكاس. نديرو كلشي، انا هاد الطريقة كندير كلشي في خطرة واحدة. وهنايا غادي ندير ثلاثة ديال البيضات كما شفتو. بسم الله، غادي نخلط دابا هادشي كله مع بعضياتكم. تنحسو بهاد السكر ثاني، يعني سكر ثاني دا داب لينا مع هادشي، تخلط كلشي يعني جلسة المكونات مع بعضياتهم. هاد القشرة ديال الحامض كتجي زوينة، كتعطي واحد النسمة رائعة، طلع منو واحد الريحة زوينة. كما شتو دابا أنايا غادي نضيف واحد نص ربعة ديال الزبدة، ها ها، يعني كما شتوها بحرارة المطبخ، هادشي ساهلة. هي اللي غادي نضيف دابا، غادي نخلطها مع هادشي ترجع عندي على شكل بوماط. دغيا هانتوما كيما تيبان ليكم دغيا كترخى لينا الزبدة، يعني ما هياش جامدة ولا شي حاجة. كما شفتو دابا غادي نضيفو الدقيق في الخميرة، ساهلة مالا، يعني بلا ما نعجزو عليها، بلا ما زعما نقولو راها صعيبة وكتاخد الوقت، ولكن هي أسهل ما يكون هي الريشبون، يعني أي حلوة تقريبا ساهلة في التحضير. المهم غادي ندير واحد الخميرة في الحلوة غير وحدة. عندنا هادي ديال 8 غرام، هي اللي غادي ندير. والدقيق على حسب الخليط، يعني ما خصهاش تجي قاصحه، ما خصهاش تجي ثاني مطلقه بزاف، يعني على حسب الخليط، خص الحلوه تجي رطبه. كما شفتوا انا غادي نضيف الدقيق يعني غير شويه، وغادي نبدا نجمع. غادي ندير شويه باش ندير مع الخميره هنا. شفتو الخميره هي هادي، ندخل فيها الخميره صافي. دابا غادي نبدا نجمع شويه بشويه، فين ما خصنا الدقيق غادي نبدا نزيد. هنايا بدا الدقيق، عاوتاني غادي خصني تيبقى نضيف. المهم كاين الدقيق لي تيشرب، وكاين الدقيق لي دغيا كيجمع ليك الحلوة، وكاين الدقيق لي تيخصك تبقاي تزيدي تزيدي حتى، المهم على حسب النوعية. ونديرو الدقيق ديال الحلوة لي تيكون ديال الحلوة الممتاز، تيجي زوين. كما شفتو غادي نبقى نجمعها غير بحال هكا، معندكها ما والو. تتجي شيشة حتى العجينة ديالها كتجي زوينة. صافي غادي نكملو على هاد الطريقة تتجمع لينا العجين كامل.
نبدا نشوفوا واش غادي تبدا تكبر معانا. يعني صافي العجينة راه هي هاديك القياس، القياس ديال الدقيق. صافي ندوزو دابا باش نشكلوها. انا غادي ندهن الطاوة بشوية ديال الزيت، غير شوية ديال الزيت، وغادي نبدا نكور وندير الشكل اللي بغيت وصافي. المهم انا غادي ندوز دابا باش من بعد ما غادي يطيب غادي نديرو هاد الكونفيتور ديال المشمش، وغادي نديرو معاه واحد الكاس ديال العصير ديال البرتقال، وغادي نديرو فوق النار حتى يطرخ علينا وصافي. المهم هذا من بعد حتى طيب وغندوزو باش نشكلو يعني الحلوة ديالنا. نتوما البنات كيما شفتو انا بديت تنشكل فيهم، غنديرهم بحال هكا، وغادي ندير ليهم عاوتاني نديرهم على شكل مدور، على شكل كويرات مدورين، وهنا غنديرهم على هذا الشكل هذا. كيما شفتو انا بديت هنايا، المهم درت هاد الاحجام الصغيرة شوية. المهم انا تعجبني حلوة على بعاد هاد قد هكا، قد هاد القياس هذا. ديال الحلوه اللي جبنا من الفران كما شفتوا راهي تحمرات وطايبه. دابا غادي ندوز باش غادي نصاوبها، نصاوب ليها الكونفيتير. نتوما كما شفتوا انا عندي واحد الكاس ديال العصير تاع البرتقال، هنا عندي هذا ديال المشمش، المربى ديال المشمش، هنا شويه ديال الكوك، وهذه هي الحلوه اللي جبنا من الفران كما شفتوا. المهم انا دابا غادي ندوز ندير هاد الكونفيتور مع هذا في كاسروله، وغادي نخلطهم وغادي نسخنهم في العافيه فوق البوطه، يعني غير تي يولي لينا الكونفيتور يعني تخلط مع الليمون، تعطي واحد اللذه زوينه في هاد ريشبوند. ريشبوند معروفه بهاد المذاق ديال الليمون والحامض اللي كنديرو فيها، يعني كتكون بنينه، خصوصا الا درنا العصير البرتقال مع هذا ديال المربى كيجي تجي لذيذه. طبعا نتوما معايا في الفيديو. انا الفيديو باش كنت نقاد فيه ما عرفتش كيفاش دارها بيا، عاوتاني تحيد ديال الفيديو. كما شفتوا هذا هو الشكل ديالها الاخر. بالنسبه لهادو كندير وحده في وحده، تلصقهم بالكونفيتور وتنمرمدوهم في الكونفيتور، وعاوتاني نمرمدوهم في الكوك، تجي وحده مع وحده. هنايا هادو حتى هما درت لهم هنايا الكونفيتور غير في الحفيره هادي اللي حفرنا. صافي يجي هاد الشكل وهاد الشكل. المهم الى عجبكم الفيديو متنساونيش بلايك واشتركوا في القناه. مع السلامه.